السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة سبامرز. سنتطرق اليوم وكالعادة ضمن دورة الربح من الانترنت إلى كيفية جني بعض الدولارات اليومية. طبعا طريقة الاشتغال لليوم تعتمد على مشاهدة الاعلانات، لست مطالب بأن تشاهد الاستطلاعات أو أن تقوم يعني باختصار الروابط أو أن تقوم بالاستثمار، فقط بهذه الطريقة البسيطة سيتيح لك تجميع الأموال عبر هذا الموقع الرائع والجديد. طبعا هذا الموقع صادق وموثوق 100%، فأنت مطالب يوميا بأن تشتغل في هذا الموقع، فقط تقوم بالدخول إلى الإعلانات. كذلك الطريقة الثانية للربح من الموقع فهي عن طريق رابط الإحالة، فبحيث إذا قمت يعني بإحضار الكثير من الأشخاص إلى رابط الإحالة الخاص بك سيعطيك الموقع الكثير من الدولارات. طبعا سأريك الطريقة كيف وكيف تتمثل، فالطريقة تشمل أنك ستجلب الكثير من الزوار، فإن قمت يعني بجلب عدد كبير من الزوار سيعطيك الموقع من بين 50 دولار إلى 100 دولار وإلى أكثر من الدولارات فقط بجلب الزوار، وهي طريقة ثانية للربح من الموقع والاستراتيجية الأساسية لليوم. ولأن لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك، وإن نترككم مع الفاصل التالي. في البداية سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع المسمى بديف باك، ستجدون الرابط الخاص به مرفق أسفل الفيديو. فكما تشاهدون هذه واجهة الموقع. طبعا الموقع يعتمد أولا على استراتيجية أولى التي ستعتمدونها وهي عن طريق مشاهدة الإعلانات، يعني عن طريق مشاهدة الأدز بمعنى الإعلانات. أما الطريقة الثانية فهي عن طريق رابط إحالة، فإذا قمت بجلب يعني الكثير من الأشخاص إلى رابط الإحالة الخاص بك سيعطيك الموقع جائزة يعني تصل إلى 100 دولار أو أكثر من 100 دولار فقط. هنا في الطريقة الثانية ستعتمد على جلب الزوار، يعني طريقة ليست صعبة، فهناك الكثير من الأشخاص من يعرفون طرق جلب الزوار عبر روابط الإحالة الخاص بهم في الفيسبوك، يعني يستقون بالتسويق للرابط الخاص بك. هناك طرق كثيرة للتسويق للرابط الخاص بك، يعني الريفرال الخاص بك، ويمكنك أن تجلب زوار كثيرين إلى هذا الموقع وستحصل الدولارات من هذا الموقع الرائع. كذلك يمكنكم الاعتماد على الطريقة الأولى. طبعا في البداية سنقوم بالتسجيل في الموقع وسنقر على سين أب. كما تشاهدون نقر على سين أب، هذه واجهة التسجيل في الموقع. الموقع صادق وموثوق، فكما تشاهدون هو الموقع ببروتوكول يعني حكومي. كما تشاهدون الموقع صادق وموثوق، نقوم بجلب الإيميل الخاص بنا ونقوم بالعودة إلى هنا. طبعا هنا ستختار يوزر نيم خاص بك، تختار أي يوزر نيم، ولكن هنا ستختار يوزر نيم خاص بك. طبعا هنا سنقوم بوضع الإيميل الخاص بنا أو البريد الإلكتروني، هنا تقوم بإدخال البريد الإلكتروني، ثم هنا تقوم باختيار كلمة سر. مثلا سأقوم باختيار كلمة سر هكذا، يعني تختار أي كلمة سر تريدها يعني هكذا، ثم تقوم بإعادة إدخال كلمة السر الخاصة بك هكذا، ثم هنا تختار حساب البايزا الخاص بك، لأن الموقع يقوم بالدفع مباشرة عبر حساب البايزا. هنا ستضع الإيميل الخاص بحساب البايزا. فكما تعرفون طريقة إنشاء حساب بايزا سهلة جدا، ستجد الكثير من الفيديوهات لكيفية إنشاء الحساب. كذلك يعني طريقة التسجيل ليست معقدة وسهلة جدا. هنا ستضع تاريخ الولادة الخاص بك، تقوم بوضع تاريخ الولادة، ثم هنا تقوم بإدخال كود الكابتشا وهو هذا الكود، يعني طريقة التسجيل وكما تشاهدون سهلة جدا ودون فلسفات. هنا يعني يتأكد أن الإيميل valid email address، نقوم بالتثبت من الإيميل لبرها لحظة فقط. ننتظر كما تشاهدون متابعينا الكرام، وهنا تمت عملية التسجيل بنجاح. طب هنا نقوم بحفظ البيانات الخاصة بنا، نقوم بالتوجه إلى هنا لكي نقوم بعمل يعني verification أو تفعيل الحساب. نقوم بإحضار هذا الإيميل، أو يمكنك الدخول عبر يعني عذرا عبر هذا الإيميل، يعني تقوم بوضع في البروس الخاص بك وتقوم بالدخول. هنا سنقوم بوضع اليوزر نيم مثلا هكذا، ثم هنا الفيريفيكيشن كود هو الذي قمت بأخذه من هنا. تقوم يعني بتفعيل الحساب الخاص بك بالنقر على سوبماي، يعني كما تشاهدون الحساب أصبح مفعل 100%، ويعني هنا سنقوم بالولوج إلى حساب الخاص بنا. هنا نقر على سين إن كما تشاهدون، نقر على سين إن كما تشاهدون متابعينا الكرام. تقوم بوضع الإيميل الخاص بك أو اليوزر نيم عذرا هنا، ثم هنا تقوم بإدخال كلمة السر التي وضعتها من قبل. هنا تقوم بإدخال كلمة السر، ثم تنقر كذلك مرة أخرى على كلمة السر الخاصة بك هكذا، ثم تقوم بإدخال كود الكابتشا الخاص بالموقع. نقوم بإدخال هذا كود كابتشا هكذا، ثم ننقر على لوجن، ننتظر يعني بعض اللحظات. وكما تشاهدون متابعينا الكرام،
فالموقع يعني رائع جدا ويمكنكم الربح عبره. فقط يعني استراتيجية بسيطة، ستقوم بترويج رابط الإحالة الخاص بك في الجروبات. يعني الطريقة ليست صعبة، فأنت أولا ستربح في البداية عبر يعني الإعلانات التي يتيحها الموقع، لكن يعني أؤكد لكم أن إن استعملتم يعني بروكسي قوي سيتيح لكم التسجيل عبر الإيميلات ولن يتم حظر الحساب الخاص بكم. يعني هذه طريقة لا يعرفها إلا أنا يعني حصريا، أردت كذلك أن أشارككم إياه. يعني يمكنكم استعمال البروكسي يعني، ولكن يجب أن تستعملوا بروكسي قوي ويمكنكم تسجيل يعني إن لم يكن لديكم أشخاص، ولكن أؤكد يجب عليكم استعمال إيميلات غير وهمية. كما تشاهدون هنا الطريقة الأولى التي سنعتمدها في الموقع للربح، ننقل هنا View Ads. كما تشاهدون هناك الإعلانات في الموقع، لكن إذا استعملت البروكسي ستتحول الإعلانات إلى إعلانات كثيرة. أنا الآن لم أستعمل لأنني إذا قمت بفتح البروكسي وأنا أستعمل يعني الكوكيز الخاصة بالمتصفح سيقوم بإيقاف حسابي. فكما تعلمون أن الموقع يقوم بكشف الكوكيز، وأنا حاليا قمت بهذا الفيديو لأنني أردت أن أقوم بفيديو اليوم لكي أشارككم الطريقة ولكي يستفيد الجميع. طب هنا ستقوم بفتح الإعلانات، يعني بعض الإعلانات لأن الآي بي كما تعرفون الآي بي العربية يتيح لها فقط يعني على الأقل يعني 9 إعلانات أو من هذا القبيل، ولكن ليست بمربحة أو يعني ليست الإعلانات تربحك كثيرا. ستنقر هنا هكذا ثم تنقر هكذا. كما تشاهدون سيقوم بفتح الإعلان الخاص بك. هنا كما تشاهدون ننتظر بعض اللحظات وهنا الإعلان يعني سيكتمل وستحصل على بعض هذه السنتيات في الحساب الخاص بك. يعني هذه الطريقة الأولى من هذا الموقع لكي تستفيد منه. هنا عندما تكتمل هذه وتصبح خضراء تقوم بالعودة إلى النافذة، وكما تشاهدون سيقوم بتحويل هذه بعض يعني السنتيات إلى حساب الخاص بك البيبال. كما تشاهدون هذا الموقع صادق وموثوق 100%. هذه يعني الطريقة الأولى للربح من الموقع عن طريق الإعلانات، وأؤكد لكم إذا قمت باستعمال بروكسي يعني بروكسي قوي وليس البروكسيات التي يستعملها الأشخاص يعني يتبادلون، يعني يمكنك استعمال بروكسي قوي وأؤكد لك أنك ستربح من هذا الموقع 100%، لأن الموقع ما زال جديد ولا يعرفه إلا قليل من الأشخاص. لكن ما تشاهدون هذا البلد الخاص بي، يعني الموقع يعني يكتشف مباشرة البلد الخاص بي. طبعا هذا هو الاي بي الخاص بي. هنا يعني اكتمل مشاهدة الإعلان، تقوم بالنقر هنا وتكمل يعني بعض الإعلانات الأخرى. كما تشاهدون يتيح لك فقط بعض الإعلانات، فإن قمت يعني باستعمال البروكسي أؤكد لك 100% و1000% أنك ستربح من هذا الموقع. في البداية الطريقة الأولى هي للربح من البروكسيات سهلة جدا. فكيف ستربح من الموقع؟ أنت أولا يعني قبل التسجيل ستقوم بفتح المتصفح الخاص بك وتقوم بحذف الكوكيز. يعني إذا أردت قم بتسجيل متصفح جديد يعني قم بتسجيل عبر متصفح جديد لكي تربح من هذا الموقع. لكن ثانيا أؤكد لكم أن استعمال البروكسي يعني أو بروكسي يعني للولايات المتحدة أو بروكسي لألمانيا سيتيح لكم أرباح خيالية، لأن الموقع إذا قمت يعني باستعمال بروكسي للولايات المتحدة أو ألمانيا بالتحديد هذه البلدان الاثنتين سيتيح لكم الكثير من الإعلانات. ركز معي صديق كريم، يجب عليك التأكيد في هذه الطرق التي أشرحها لك لكي يستفيد الجميع منها. هنا يعني كما تشاهدون يكتمل الإعلان وهنا يعني ينضاف مباشرة الرصيد، يعني تكمل جميع الإعلانات الأخرى. طب هنا ستنقر على هذه الواجهة ثم تنقر على هذه يعني الخانة يعني الأزرقاء ثم تنقر عليها هكذا كما تشاهدون وتنتظر لحظة. يعني هنا الإعلان يكتمل، يعني الطريقة ليست بصعبة، يعني طريقة بسيطة فقط عن طريق مشاهدة الإعلانات. يعني هذا الأمر لن يأخذ منك إلا بعض اللحظات. يعني هذه الطريقة الأولى لكي يستفيد الجميع. طبعا أنا يعني يمكنك إكمالها كلها كما تشاهدون، ولكن أؤكد عليك أن تستعمل البروكسي، وإن استعملت البروكسي فستشكرني 1000%، يعني لأن طريقة أنا أستعملها يعني لا يمكن أن يشارك أحد مثل هذه الطرق. يعني فقط البروكسيات تختلف من موقع لآخر، هناك مواقع تكتشف وهناك مواقع لا تكتشف. أما بالنسبة للطريقة الثانية للربح من الموقع فهي تعتمد على رابط الإحالة الخاص بك، بمعنى سأقوم هنا بتلخيص الموضوع وسأقوم باختصار الموقع. طبعا الطريقة الثانية تعتمد على جلب أكثر عدد من المشتغلين عبر رابط الإحالة الخاص بك، بمعنى أن قمت يعني بجلب 100 زائر ستحصل على $100 يعني من الموقع، سيعطيك الموقع يعني دولارات كثيرة. فقط أنت كشخص ستقوم بالترويج لهذا الموقع، لأن يعني الموقع هنا يقوم بالتعويل على الأشخاص لكي يقوم يعني بترويج لهذا الموقع. هناك الكثير من الأشخاص في هذا الموقع ستجدون الكثير من الروابط أن الموقع قام بالدفع لهم وهم قاموا بالترويج للموقع، يعني هم قبل يقوم بالترويج ويتحصلون على كم هائل من
زوار عبر رابط الإحالة الخاص بهم أنت هنا، يعني كذلك يمكنك الربح. فالطريقة ليست بالأمر الصعب، أنت ستقوم بالترويج في المجموعات. هناك الكثير من المجموعات من تبحث عن طرق الربح. أنت هنا ستقوم بوضع رابط الإحالة الخاص بك وتقوم بالترويج له في الجروبات، يعني لديك أصدقاء كذلك في فيسبوك. يعني هناك شخص في شخص، يعني أنت في مدة وجيزة سيتيح لك أن تحصل، يعني لأن الموقع يطلب منك كحد أن 50 شخص يقوم عبر رابط الإحالة الخاص بك، ويعني أكثر من 1000 شخص يقوم بالدخول أو 2000 شخص، ستتحصل يعني على $200 أو $300 من الموقع، يعني موقع رائع وموثوق 100%. طبعا كيف نجد رابط الإحالة الخاص بنا؟ نقوم بالدخول إلى My Account كما تشاهدون، ثم تقوم بالدخول إلى Promotion Tools. هنا ستجد رابط الإحالة الخاص بك، فأنت مطالب في هذه النقطة بأن تقوم بالترويج لرابط الإحالة الخاص بك في المجموعات. يعني هذا الأمر ليس بالأمر الصعب، يمكنك أن تروج للمجموعات وتضع هذا يعني اللينك الخاص بك أو رابط الإحالة الخاص بك، وستجلب كم هائل من الزوار وستحصل على دولارات من الموقع. كذلك فقط أن تجلب الزوار، يعني لكي أبسط لكم الأمر، يمكن أن تربح يعني عن طريق جلب الزوار. كذلك الموقع يتيح لك يعني دولارات فقط إن قمت يعني بأن تحصل الكثير من الأشخاص عبر رابط الإحالة الخاص بك. يعني في كلتا الحالتين أنت ستربح عبر رابط الإحالة الخاص بك، والموقع سيضيف دولارات إلى الحساب الخاص بك. يعني هذه واجهة الموقع. طبعا هنا البانرز، يمكنكم وضع البانرز الخاص بهذا الموقع في المدونة الخاص بكم، يعني إن أردتم مشاركتها في المدونة. طبعا يعني هذه واجهة الموقع. طبعا الستاتيستيك هنا يعني ستجد البيانات الخاصة بك وكم قمت بالدخول إلى الروابط أو ماذا حصلت في اليوم من الموقع. هنا يعني كذلك يمكنك يعني أن تقوم بشراء يعني الريفيرال، يعني ريفيرالات أخرى، وستربح كذلك عن طريقها، يعني طرق رائعة جدا. هنا سنقوم بالدخول إلى My Account ثم نتوجه إلى Withdraw. طبعا هنا إذا حصلت $5 الخاص بك تقوم بسحبها مباشرة. كما تشاهدون الطريقة سهلة جدا ويعني مربحة 100%. يعني هنا يعني عند تجميعك للحساب الخاص بك تقوم بالدخول إلى هذه الواجهة ثم تقوم بالدخول إلى Personal. فكما تشاهدون الموقع يدفع عبر البايزا والبرفكت ماني والباير. في كلتا الحالات أنت ستربح من هذا الموقع ويمكنك تحويل الرصيد الخاص بك من هذا الموقع. طبعا هذا وقع أو يعني رائع جدا وصادق وموثوق، وهذا شرح مبسط أردت مشاركتكم إياه. وإلى هنا متابعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن كنتم زوار جدد أو لا تعرفون القناة من قبل ندعوكم للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. كذلك ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات الخاصة بقناتنا، هناك كثير من الفيديوهات الربحية في القناة ستفيدكم كثيرا. كذلك ندعوكم للدخول إلى المدونة الخاص بنا، قمنا يعني بإنشائها قبل مدة يعني والآن نشتغل عليها. والآن نترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة السبامرز.